جارك وصية الله عندك، فقد أوصى الله تعالى بالجار ذي القربة والجار الجنب والصاحب بالجنب. الجار ذي القربة هو جارك الذي يقربك، الذي من أرحامك، الذي هناك رحم بينك وبينه، أو هو قريب جدا منك. أما الجار بالجنب فهو جارك الملاصق التي لا تربطك به علاقة، والصاحب بالجنب هو صاحبك الذي يكون في سفرك مثلا يجلس بجانبك، هذا أيضا أوصاك الله به، فقد أحسنت. وإن قال جيرانك قد أسأت فقد أسأت. شهد رجل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له سيدنا عمر: لا أعرفك، أنا أريد شاهد عدل، وأنا لا أعرف عدالتك، ولا يضرك ألا أعرفك، ائتني بمن يعرفك. قام رجل من القوم قال: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين. قال: بما تعرفه؟ قال: بالعدالة والصدق. قال: فهل أنت جاره المقرب الذي يعرف مدخله ومخرجه وغدوته وروحته حتى تشهد له؟ قال: لا. قال: فهل عاملته بالدرهم والدينار حتى يتبين لك معدنه؟ قال: لا. قال: فهل سافرت معه سفرا؟ فإن السفر يسفر عن أخلاق الرجال. قال: لا. قال: إذا لا تعرفه. ثم التفت إلى الرجل وقال: ائتني بمن يعرفك. جارك يعرفك جيدا، لذلك شهادته لها اعتماد نبوي. إذا قال جارك قد أحسنت فقد أحسنت، وإن قال جارك قد أسأت فقد أسأت. في شريعتنا إكرام الجار طريق إلى الجنة، فقد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة صوامة قوامة متصدقة غير أنها تؤذي جيرانها، فقال عليه الصلاة والسلام: هي في النار. فقال الرجل: يا رسول الله، إن فلانة، وذكر من قلة صيامها وصلاتها، يعني نافلتها، وقلة صدقتها، حتى ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم عبارة، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنها تتصدق بالأثوار من الأقط، يعني بقطع اللبن أو الجبن المجففة، يعني التي بالكاد تصلح للاستعمال، يعني شيء زهيد في وقتها. فقال عليه الصلاة والسلام: هي في الجنة، لأنها تحسن إلى جيرانها، هذه التي لها صلاة قليلة وصيام قليل وصدقات قليلة، لكن إحسانها لجيرانها هذا أثقل موازينها عند الله سبحانه وتعالى. هذا من نقطة أولى، فإكرام الجار هو طريق إلى الجنة، وإذاؤه طريق إلى النار. النقطة الثانية: إكرام الجار علامة لتمام الإيمان وكماله، لكن إذاؤه علامة نقص في الإيمان، أو علامة نقص في الإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم بعظيم قدره ومنزلته يقسم ثلاثة أيمان بأن هذا الإنسان لا يؤمن. وطبعا قال أهل شراح الحديث، قالوا بأن النفي هنا ليس نفيا لأصل الإيمان، يعني هذا الذي لا يؤمن ليس كافرا، ولكنه ليس مؤمنا تمام الإيمان، لم يكتمل الإيمان في قلبه، لم يستقر الإيمان في قلبه، لأن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ويفترض حين يقر أو يقر الإيمان في القلب ويستقر، يفترض أن يترجم بأعمال، من هذه الأعمال التي تسفر عن دواخلك الإيمانية وعن مخزونك الإيماني هو إكرام الجار، هو حسن الخلق. فقال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: يا رسول الله، من؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. قيل: وما بوائقه يا رسول الله؟ قال: شره، لا يأمن جارك شرك. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. فالعلاقة مع الجار هي ميزان لمسألة الجنة والنار، وهي ميزان لمسألة الإيمان.
لذلك لا تختصر أو لا تستقل أي إكرام ممكن أن يكون لجارك. يا نساء المسلمين، لا تحقرن إحداكن لجارتها ولا فرسا شات ولا قطعة ظلف ولا قطعة رجل شات أن تهديها لجارتها، ولو كانت محروقة في بعض الروايات، يعني ولو كانت رديئة زهيدة، أو يمكن أن ترحى، هذه القطعة كانت تحرق لأجل أن ترحى وتطبخ في بعض ما كانوا يطبخون. مهما كان العطاء زهيدا، لعله يكون كلمة طيبة، لعله يكون مباركة سريعة، لعله يكون تبسم، لعله يكون هدية بسيطة. المهم لا تحقر لجارك المعروف، حاول أن تبذل له المعروف. طيب إن لم أبذل له المعروف، اعتبرت الشريعة واحدا من أنواع الإيذاء أن تؤذي جارك برائحة قدرك ثم لا يذوق منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، حتى لا يشم الجار رائحة النعمة عندك ثم لا يذوق منها. مهما كان الإحسان إلى جارك قليلا، لا تستقله. ما أجمل أن يكون الجار لجاره الصاحب النشيط في شهر رمضان، الذي يوقظه ويتفقده ويصاحبه إلى المسجد ويتعاهده بطعامه وشرابه وبحلوى العيد كذلك. وما أقبح أن نرى الخصومات بين الجوار، هذا لا يكلم جاره، وهذا لا يرد السلام على جاره، وهذا يؤذي جاره ويتشاجر معه في نهار رمضان، وهذا يكيد للآخر، والآخر يعامله وكأنه عدو، والآخر يعتبر خصومته مع جاره نوع من الثوابت التي لا يقبل أبدا إعادة النظر فيها، لا في ليلة النصف من شعبان، ولا في مطلع رمضان، ولا في غيره. الله سبحانه وتعالى أراد لنا أن نصفي قلوبنا، وإن حمل القلوب فيما بين الجوار هذا يمنع العبد من الترقي في درج الجنان، يمنعه من العطايا. هناك نصوص يا جماعة تفيد تأخير المتشاحنين والمتشاجرين والمتخاصمين عن أبواب المغفرة وأبواب الجنة. تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وكل يوم خميس، يعني يؤذن للجميع أو تكون ورقة الجميع حاضرة إلا للمتشاحنين والمتخاصمين. وكذلك ربي سبحانه وتعالى وضع لنا محطة في ليلة النصف من شعبان، فندبنا لأن نصفي ما في القلوب، ثم مطلع رمضان، ثم ليلة القدر. ليلة القدر يحرم خيرها المتشاحنين والمتخاصمين، ثم عندنا العيد. معقول يأتي العيد تلو العيد تلو العيد ورمضان والمناسبات ثم لا يقف الجار مع جاره، لا يسلم عليه، لا يرى منه إلا وجها متجهما ولسانا بذيئا وشرا يتواصل بشر؟ والله هذه العادات زحفت لنا مؤخرا للأسف، ونحن نراها في مجتمعاتنا. أحدهم يخسر جاره لأجل أنه ركن سيارته مضطرا أمام جدار بيته، الله أكبر. الآخر يسلم على جاره فلا يرد له، لأنه عنده قناعة بأنه الأصل أن يحذر الجار جاره. هذا لأنه يحمل قناعة بأنه إذا كفى جاره شره فقد أدى حقه. لا يا أخي، هناك عندنا ثلاث مراتب. المرتبة الأولى هي التي ندبنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، هي إكرام الجار، تعهد الجار، الإحسان إلى الجار، تفقد الجار، حسن الصلة بالجوار. وكلما كان القرب أكثر كلما زاد الحق. السيدة عائشة قالت: يا رسول الله، إن لي جارين، فلأيهما أهدي؟ قال: لأقربهما بابا منك. كلما ازداد القرب ارتفع الحق. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية هي أن لا أحسن إليه ولكني لا أؤذيه. المرتبة الثالثة
أن أتحمل أذاه. نعم، بعضنا لا يتحمل الأذى، بعضنا علاقته مع جيرانه حساسة للغاية، أقل صوت من جاره يصعد إليه ويدق عليه الباب، أقل خلل، أقل خطأ لا يغفره لجاره، وكأنه يريد هذه العلاقة أن تكون حدية حتى يتعامل معه الجار بنوع من الوسواس. هذه القناعة يا جماعة تحلق ديننا، تحلق ديننا، هذه اسمها فساد ذات البين. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ هل تستعظم صيام رمضان؟ هل تستعظم صلواتك في الجماعة؟ هل تستعظم تلك الزكاة التي أديتها في رمضان أو زكاة الفطر التي تدفعها في آخر رمضان؟ ألا أنبئك بشيء أفضل من كل ذلك؟ قال: صلاح ذات البين، أن يكون فيما بيننا شيء صالح. هذه سمة من سمات المجتمع المسلم، صلاح ذات البين. فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكنها تحلق الدين. أرأيت إلى خطر هذه العلاقة بينك وبين جيرانك؟ أرأيت أختي إلى خطر هذه العلاقة بينك وبين جاراتك؟ لذلك لنقدس هذه العلاقة التي قدسها أهل السماء، ونزل جبريل يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بها، وأوصانا النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بأن جبريل ما زال يوصيه بالجار حتى ظن عليه الصلاة والسلام أنه سيورثه. الجار وصية الله عندك، ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك. أرأيت لو ترك لك النبي صلى الله عليه وسلم قطة وقال لك تعهدها؟ أرأيت لو وصلك عكاز النبي صلى الله عليه وسلم وقيل لك هذا أمانة عندك، كيف ترعاه وتحفظه وتحوطه وتؤدي واجبك نحوه؟ فما بالك إذا ترك الله لك وصية بجيرانك. الجار وصية الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ميزان يزين الله به العباد، وشهادته لها اعتماد نبوي. ومن سمة المجتمع المسلم أنه مجتمع متماسك، علاقة الجيران فيما بينهم علاقة طيبة. أما ما زحف إلى مجتمعنا المسلم من عادات غير المسلمين فساءت علاقة الجيران وفسد ذات بينهم، فنخاف أن يكون هذا الفيروس، هذا الخلل، يذهب بأجل صلاتك وأجل صيامك وأجل طاعتك. لذلك أحسن إلى جيرانك.